أما بعد الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، كلما نظن السوء بالمدعو الجراي الجمهوري التلميذ النجيب للمرتد محمود محمد طه، كلما نظن بالسوء والقبح في دينه ومنهجه الباطل الفاسد نجده أسوأ من ظن السوء بكثير جدا 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 جدا. وكل يوم بيطلعوا مقاطع لهذا الرجل الجمهوري، فيتبين لنا أن الرجل ده يعني غاير ومبتعد جدا 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 في الضلال والغواية. والغريب أنه دي مقاطع كثيرة جدا فيها باطل واضح، يعني يمكن تلميذ الروضة يرد عليها، والاسم القراية الدكتور القراية ده جاهل بها. سبحان الله، الغريب أنه يلم له شباب ويلم له بنات ويقعد يدجل ويكذب لهم في دين الله سبحانه وتعالى. نحن والله نتعجب، والله شد العجب. إذا كانوا يا أخي الآن الخواجات والفيوم النصارى الآن بدأ كثير منهم يسلموا بعد الكورونا دي، وقالوا إنه لقوا تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حسب ما عبرهم أصدق تعاليم ودينه أصدق دين، فأسلم منهم عدد كما أسلم ذلك المصارع النمساوي الذي هز العالم إسلامه بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان سبب إسلامه قال الخطوات المتبعة للوقاية والعلاج من الكورونا اللي هو ما يسمى بالحجر الصحي، وأعظم الدول الوفقت في محاربة هذا الوباء بس بسبب ما يسمى بالحجر الصحي. فقال سبحان الله ده الرسول محمد هو الأمر به، وفي حديث كثيرة صحيحة منها لا يورد الممرض على المصح، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى إذا وقع بأرض أو ببلد طاعون أن يدخل فيها، ونهى من كان فيها في بلد الطاعون أن يخرج منها، وقال أيضا منها قال النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجزوم فرارك من الأسد. فلما قال اطلعت على هذه النصوص النبوية الشريفة قال لقيت إنه دي محمد صلى الله عليه وسلم ده الحق، فبقى يتبحر في الإسلام ويتبحر لحد ما أسلم. وأسلموا بالمناسبة ناس كفار كثيرين من النصارى ومن غيرهم. فإذا كانوا ديل الخواجات اللي هم فيهم الإسلام أقل من باقي الدول العربية والدول المسلمة، بيقوا كثير منهم يرجعوا إلى الله ويرجعوا إلى الإسلام، ونحن معانا ناس عايشين وسطنا للأسف الشديد زي القراي ده يخربوا في الإسلام ويكذبوا على الناس وعلى المسلمين ويواصلوا في الضلال والغواية، مع إن السودان الآن خاشة في ورطة غايته دي ما بطلعنا منها إلا الله سبحانه وتعالى، زي ما طلعنا من غيره دي ما بطلعنا منها إلا الله سبحانه وتعالى. بنزين ما في، جاز ما في، غاز ما في، دقيق ما في، كل شيء ما في، والحمد لله على كل حال. برضو مصرين ناس القراي وغيره من العلمانيين إنه يورطوا المسلمين زيادة ويحاربوا ربنا سبحانه وتعالى زيادة ويدمروا الإسلام زيادة. فالرجل ده عنده مقاطع كثيرة، وقدر ما أنا أرد بلقى لسه عنده ضلال والله يملى شوالات. فالليلة هنرد على مقطع واحد فيه كمية من الضلال والكفر والإلحاد، وتاني كل يوم هنرد عليه لحد ما نشوف الشغلة دي ذاتها نهايتها وين. نسمع المقطع بتاع أول حاجة، وعبارة عن دقيقتين ونص تقريبا، وحداك نرد عليه. تقال بالنسبة للمسلمين عشان انت تكون ناجي عند الله ما شرط تكون مسلم، لو انت مسيحي صادق في مسيحيتك بتنجح، لو انت يهودي صادق في يهوديتك بتنجح عند الله. والمسلمين لما نمشي يوم الغيابة ما حيلقوا الجنة كلها مسلمين، حيلقوا فيها يهود وحيلقوا فيها بوذيين وحيلقوا فيها ناس كثير انتهى، لأنه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وعمل صالحا
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان بالله وباليوم الآخر بس أنك في الله وبحاسبك وعملت بصدق في اتجاه الإيمان اللي أنت بتقوله ده. صحيح أنت مطلوب منك أنك تؤمن بالله وتعرف الكلام اللي تكلمنا عنه ده كله في الحقائق، لكن اللي بتنجيك الصدق، الصدق بيجعل معاملتك مع الناس معاملة صحيحة. أيوه. الصدق هو اللي بينفعك، انت تكون صادق في موضوعك. اذا انت صادق في موضوعك ده هو الله داير منك، الله دايرك انت تكون صادق في امرك وتعامل الناس اللي حولك معامله كويسه. ايه الغيمه انك انت تمشي تقول يوم القيامه انا مسلم لكن تكون كل اعمالك ما فيها صدق وانت الناس اللي حولك كلهم يتضرروا منك؟ انا مسلم دي ما بتدخلك بلا في رضا الله. بعدين اذا في واحد تاني مش قال يوم القيامه انا مسيحي لكن كان صادق وعمل الخير وساعد الناس يكون افضل منك عند الله. عشان كده الناس ما يفتكروا انه مجرد انه يقول انا مسلم دي حتنجيه. المساله كلها في العمل، العمل الصالح. المطلوب من الايمان ان يحفز للعمل الصالح. لكن الحساب على العمل ما على مجرد قولك انت ولا ايمانك. فاذا انت صادق ابحث عن الحق تجده ان شاء الله. طبعا الحمد لله نحن ما بنتكلم عن زول بدون وسيغة بفضل الله سبحانه وتعالى. شفت كيف؟ واحد ودي النقاط اللي هو قالها في المقطع بتاعه ده، ولو لاحظتم وقاعد قدامه شباب أولاد وبنات بيخدع فيهم وبيكذب عليهم في الإسلام. قال واحد قال عشان انت تكون ناجح عند الله ما شرط تكون مسلم. ناجح عند الله يعني تدخل الجنة وربنا يرحمك، وده النجاح طبعا معروف معلوم. قال ما شرط تكون مسلم، وده طبعا كذاب الرجل ده الدكتور القردة، كذاب ودجال، لأنه القرآن يرد على هذا الباطل والكذب والدجل بتاع القرائن. واحد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دي خدتها في نخرتك يا قري. واحد. اثنين ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، دي فسرها لي القرايه كده، حاول تفسرها، فلن يقبل منه، دي فسرها لن، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني ضد الناجحين. الخاسرين ضد الناجحين يا دكتور. انت الدكتور جبتها من وين؟ انا دار افهم اللي بوزع لكم دكتوراه زي الكوشينه ده منو؟ يدي دكتوراه ساق السبهلل لناس لا عندهم فهم، لا عندهم دين، لا عندهم اخلاق، لا عندهم صدق، لا عندهم مخ يفكروا به كافي البلاء. ربنا قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا، لانه الدين هو الاسلام، ما في لا يهودية لا نصرانية لا غيره. ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيبقى ما في تاني طريقة. ربنا قال فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما في إنسان بينجح ويجتاز الصراط إلا المسلم المتقي. ربنا قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما في طريقة يا قرأي اطلاقا. هو مش اليهود والنصارى والبوذيين، هو اللي بيعتقد العقيدة الجمهورية ما بخش الجنة. دي أنا مسؤول منها أمام الله سبحانه وتعالى. كيف يعني الكلام ده يا شيخنا؟ كيف تقول كده؟ بقول لأنه العقيدة الجمهورية بتقول الله هو الإنسان الكامل. والله اللي بيعتقد العقيدة الجمهورية بأنه الله هو الإنسان الكامل والإنسان الكامل هو الله ويموت عليها وما يتوب، والله ما يخش الجنة إطلاقا. عرفت كلامي ولا ما عرفته؟
إطلاقا ما بخش الجنة، لأنه الكافر ما عنده جنة، لأنه ما عنده عمل ذات صالح يقبل عند الله ولا عمل. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهمت ولا ما فهمت؟ ده واحد. اثنين، قال وطبعا عشان انت تكون ناجح عند الله ما شرط تكون مسلم، دي دعوة للكفر. القرائي بيدعو الناس انه ما يبقوا مسلمين، يعني ما تتعب تبقى مسلم وتشهد الشهادتين وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي 5 صلوات في البرد والسخانة وتصوم وتبقى مسلم. قال لك عشان تبقى ناجح عند الله ما شرط تكون مسلم. أركان الإسلام ما قال أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما شرط تعمل الحاجات دي، ما شرط عشان تكون ناجح عند الله. فهمت الكلمة دي؟ الكلمة دي من القراء يعني أبقى كافر بتخش الجنة. بدليل قال لك ببوزين، قال المسلمين بعدين بيجوا ببوزين والجنة، وذكر الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله بالله. ودي حنبين لك هي رد عليك في خشمك يا قرائي، هي رد عليك ما حج لك، رد عليك. لكن كده قبل الآية دي، الآية دي لو مسكنا بفهم سيدك محمود محمد طه القاعد تقوله للناس الآن انت يا قرائي، الآية دي في بوزين بفهمك انت، انت ما قلت في بوزين جوا. هل الآية دي في بوزين اذا مسكناه بفهمك وفهم سيدك اللي انت بوق بتاعه بتنشر في منهج الإلحادي ومنهج بتاع الردة منهج الجمهوري محمود محمد طه؟ اذا مسكناه بمنهج محمود محمد طه ومنهج قلت الماسكو محمود محمد طه، هل الآية قالت بوزين بس بوزين دي امروق لي من الآية واتحداك يا قرائي من هنا ليلة هاي اجيت منها والغزوك منها والجابوك منها عشان تدمر الإسلام، طلع لي من الآية دي أو من أي آية أو من أي حديث إن شاء الله ضعيف قال البوزين في الجنة. يا كذاب يا دجال، شفت الكذب والدجال ده كيف؟ نحن من خشمك بنمسكك. زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال: ما من مبتدع ضال إلا والرد عليه من جنس كلامه. بس من كلامك انت قلت بعدين في بوزين جوا الجنة وذكرت الآية دي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الأربعة ديل في بوزين هنا؟ ده إذا أخذنا الآية ذاتي بيفهمك انت وفهم شيخك، في بوزين هنا؟ ما في، كذاب كذاب على الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب قال: لو انت مسيحي صادق في مسيحيتك بتنجح، ولو انت يهودي صادق في يهوديتك بتنجح عند الله. وطبعا اول حاجه ما في حاجه اسمه مسيحي اطلاقا، ما في. القران قل كله سماهم يهود ديك وسمى ديل نصارى اللي انت بتسميهم مسيحيين، ده اول نقطه. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فكل القرآن وكل السنة ما قالت مسيحيين، دي واحد، لأنه لو قالوا مسيحيين معناته نسبة للمسيح عيسى بن مريم، ودين النصارى الليلة المسيح عيسى بن مريم منهم براء. أما النصارى ذكروا في الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ديل النصارى واليهود الآمنوا بنبيهم قبل ما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كما قال المفسرون، وسموا نصارى لمدينة الناصرة، وقيلوا لأنه قالوا نحن أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وكذلك وقيل نسبة لمدينة الناصرة، وقالوا الآن نصر المسيح عيسى بن مريم، وذي قالوا سموا يهود من الهود يعني الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره.
فقالوا الاسم ده كان أطلق عليهم في زمن موسى وزمن عيسى قبل الإسلام، وما كان مراد منه الزم الوقت ذاك، لأنه دي محمد صلى الله عليه وسلم لسه ما جاء. طيب، فقال لو أنت مسيحي صادق في مسيحيتك بتنجح، ولو أنت يهودي صادق في يهوديتك بتنجح. النصرانية الموجودة الليلة واليهودية الموجودة الليلة كالآتي، كفار الاثنين، شت كفار اليهود والنصارى، واحد فيهم مسلم، واحد فيهم إذا مات على العقيدة بتاعته الليلة اليهودية أو النصرانية بيدخل الجنة، ماف، لأنه النبي في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وده نبينا، ما زي نبيك اللي هو محمود محمد طه، نحن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم في الصحيح، دي عقيدتنا نحن، لأن اليهود خلاصتهم قالوا عزير ابن الله عديل، النصارى قالوا عيسى ود الله، وقالوا عيسى الله، وقالوا الله ثلاثة. ربنا قال دي الكفار كلهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. انتهى الموضوع يا قراي، ما في نصراني ناجح عند الله وتكذب وتجيب الآية. الآية دي بتتكلم عن الذين آمنوا بالله ربا، آمنوا بالله ربا، وآمنوا بعيسى رسولا، وآمنوا بموسى، وآمنوا بعيسى، وآمنوا ببشارة عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ديل هم، عشان كده ديل ما الكفار من اليهود والنصارى الأوائل، ديل المسلمين منهم، عشان كده ربنا قال كده، وهم المؤمنين منهم. ربنا قال: إن الذين آمنوا، ودي الآية اللي قريتها أنت وقريتها غلط، إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 62 من سورة البقرة. ربنا قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الأربعة ذيل منوفيهم بالذات في الهادوا والنصارى والصابئين، قال من آمن بالله واليوم الآخر، إذن ذل المؤمنين ما الكفار منه. وهذه كقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. ديل المؤمنين منهم، عرفتها يا محتال؟ فديل المؤمنين منهم، لأن الجنة ما بيدخل إلا المؤمن المسلم، أما بوزي وكافر يهودي أو نصراني ده ما بيدخل أصلا. أما قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله وما قالوا عيسى ود الله، ولا قالوا ثالث ثلاثة، ولا قالوا عزير بن الله، المفسرين قالوا ديل آمنوا برسول موسى حقا وبالله ربا، وآمنوا برسول عيسى حقا، وآمنوا بالله ربا، وآمنوا بالإنجيل الذي أنزل من السماء قبل أن يحرف، وبالتوراة التي أنزلت من السماء قبل أن تحرف. عشان كده ربنا قال من آمن بالله، اشترط الشرط ده بعد ما ذكر الثلاثة طوائف هادوا والنصارى والصابين، قال من آمن بالله، من آمن بالله. أما جبعة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، الآمن بمحمد عندهم أجرين كما جاء الحديث صحيح البخاري، أجر إنهم آمنوا بنبيهم عيسى وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء الحديث. أما جاء بعد محمد عليه الصلاة والسلام وما آمنوا بمحمد، حتى لو قالوا آمنا بعيسى وموسى وإبراهيم، ذي الكفار وداخلين النار بنص الحديث. فوالذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. ليه؟ لأن دين الإسلام نسخ جميع الشرائع التي قبله، شكرا ربنا قال ومهيمنا عليه،
ذا القرآن هيمن ونسخ جميع الشرائع التي قبله. فما تكذب وما تدجل، عرفت كلامي؟ طيب بعدها قال شنو؟ قال والمسلمين لما يمشي يوم القيامة ما حيلقوا الجنة كلها مسلمين، حيلقوا فيها يهود وحيلقوا فيها بوذيين. هذه دليلة وين يا قراي؟ دي دليلة وين؟ والله بإذن الله أنا ألم في مناظرة أجدمك لما تتكيف ذاته أنت يا مستهبل. وين الآية اللي قالت بوذيين داخلين الجنة؟ وين دي؟ قال يلقوا فيها بوذيين. قال هو جمهورين بتاعنا عقيدة جمهورية بالذات اللي بيقولوا الله الإنسان الكامل ما بتلقاهم جوا، أنت مجنون ولا شنو؟ قال تلقى فيها بوذيين وحيلقوا فيها ناس كثيرين. قال تاني يعني ناس تاني كفار تاني بيلقوهم جوا. ولسه حجينا في المقاطع الجايه انه قال ابليس ذاته طالع من وين؟ طالع من النار. قال وقال الناس كلها حتخش النار بالانبياء ذاته. ده زول الزول ده جاي من وين يا ناس؟ الزول ده زول غريب جدا جدا. طيب ايوه كلام كثير كلام. قال الله عنده زوج وقالوا يا زول ده كلام ذاته عجيب والله. حتى ابو جهل وابو لهب ما حصلوا حد الكفر بتاع العقيدة الجمهورية الموجودة إلا في كتبهم وسائغهم فيديوهاتهم اللي بينشروا فيها. طيب قال الإيمان بالله طبعا بيزلي كلام خطير الزول. قال الإيمان بالله وباليوم الآخر بس، بعد ما قرأ الآية من آمن بالله واليوم الآخر قال بس. وكأنه القراي لا يرى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وده حقيقة بالمناسبة، دي عقيدة عند الجمهورين. لأن الجمهورين بيعتقدوا زي ما جاء في كتاب الرسالة الثانية للإسلام وعرضنا في الحلقة قبل الفاتت الكلام ده بالوثائق وبالمصادر حقة الجمهورين، إنه الجمهورين بالمناسبة بيروا إنه محمد طه هو الرسول بدليلين. الدليل الأول محمد طه قال لهم الرسالة ما ختمت، يعني ممكن يجي رسول بعد من بعد محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم الختمت ديك النبوة بس، قال الرسالة ما ختمت ممكن يجي رسول ثاني. وقال الرسالة الثانية من الإسلام، والإسلام دين واحد ما عنده رسالة ثانية، لكن قال الرسالة الثانية من الإسلام رسول منه؟ قال الرجل آتاه الله فهم القرآن. وقال حتلقى فهم الرسالة الثانية والرسالة الثانية كاملة في كتابي اللي اسمه الرسالة الثانية للإسلام، تألف منه محمد طه. إذن الرسول بتاع الرسالة الثانية منه؟ مؤلف كتاب الرسالة الثانية هو منه؟ محمد طه. فلذلك القراء هنا قال بس تؤمن بالله واليوم الآخر وبس، وده كذب. لأنه أركان الإيمان بالله ستة أركان ما اثنين، ودليل ذلك ما رواه مسلم من رواية عمر لما جاء جبريل فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله واحد، وملائكته اثنين، وكتبه ثلاثة، ورسله أربعة، واليوم الآخر خمسة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. عشان كده قال لك بس تؤمن بالله واليوم الآخر بس، لأنه دي أصلا ما عندهم ذات رسول، رسولهم يوم نمو يوم محمد طه المرتد الكافر الزنديق. ونميري والله جزاه الله خير، بس الله يرحمه رحمه نميري ده نجم زول ده نجام، وكيفني كيف الله يرحمه لما جابوه، وأنا بس بشكره بالحتة دي بس، لأنه دي حاجة عظيمة جدا. جابوه في التلفزيون بحسه قريب ده قبل ما يموت. المذيع قال لي يا اخي انت ما ندمان على قتلك لمحمود محمد طه؟ قال ما ندمان ابدا، الله يجزاه الله خير، اسال الله يرحمه بالحاجه دي، اسال الله يرحمه بها، لانه ريح الامه من شر كبير زي الشر بتاع ناس القراي ده. فقال له ندمان؟ قال لا ابدا. قال له لو قام تاني من قبره محمد طه وقال نفس الكلام وما تاب منه تاني بقتله، انا لو رئيس، ولو جاء واحد غيره وقال نفس الكلام وانا عندي سلطه تاني بقتله. جزاه الله خير، راجل ذكر جزاه الله خير. بعد ذلك قال النقطة الخامسة، قال الصدق هو اللي بينفعك، انت تكون صادق في موضعك، اذا انت صادق في موضوعك، اذا انت صادق في موضوعك ده الله داير منك داير تكون صادق في امرك. يعني شنو الكلام ده؟ الكلام ده خطير جدا. الكلام ده معناه ما تاخذ معه باقي الكلام حقه اللي قاله، بوذي جوا، نصراني جوا الجنة، يهودي جوا الجنة، كلهم إبليس كلهم. الكلام ده معناته أنت بوذي تكون صادق في بوذيتك تخش الجنة، بتعبد فار تكون صادق مع الفار ده مع مسيسي تكون صادق بتخش الجنة، زي اللي هناك في الهند واحدين بيعبدوا بقر تكون صادق في عبادتك للبقر بتخش الجنة. أنت قال جنة الأطفال أنت مستقبل ولا شنو؟ ما بتخش الجنة دي ما بيخشها إلا مسلم.
يهودي ما بيخش، كافر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بيخش، نصراني ما بيخش، النصارى واليهود الليلة بيقولوا محمد كذاب ما رسول، خشين وين يا زول؟ ما بتخش، لأنه ربنا رد على الكلام ده في القرآن. ربنا قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ده لليهود والنصارى قالوا جنة بيخش، يعني إحنا اليهود والنصارى، وكمان ما بيخش يا زول غير نزاته إلا يهودي ونصراني. ربنا قال تلك أمانيهم، هذه توديها وين يا دكتور القراي؟ ما لقيتك في لهاي؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يلا اللي بخش الجنة من يا ربنا؟ بلى، من أسلم وجهه لله، المسلمين هم اللي بخشوا الجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده اللي بخشوا الجنة. طيب بعد ذلك قال إذا في واحد تاني يوم القيامة وقال أنا مسيحي وكان صادق، وده ما يعضد كلامي، إنك تكون كافر لكن تكون صادق في كبرك عند القرائب يخش الجنة حقت محمود محمد طه. طيب قال وعمل الخير المسيحي ده يكون أفضل منك أنت المسلم عند الله. آية واحدة، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. بعدنا الإسلام ده دين الأنبياء كلهم يا دراج. ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى بيّن في سورة البقرة آيات كثيرة جدا جدا، قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يشوف عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.